الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني ينضم إلينا الآن لمناقشة هذا الموضوع. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الرحمن. الجميع يترقب التعداد السكاني، بوصفك خبير اقتصادي، كيف سيؤثر هذا التعداد السكاني على الوضع الاقتصادي وحالة السوق، وأيضا ما هي الجدوى الاقتصادية منها؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. الحقيقة موضوع الإحصاء السكاني واحد من المواضيع المهمة لكل بلدان العالم، سواء كان النامي أم المتقدم. وبالعراق احنا بأمس الحاجة، لأنه آخر تعداد كان في عام 1997 وهو غير مكتمل. بالتالي الأهمية لمثل هذه الإحصاءات فيما يخص الجانب الاقتصادي، احنا كل الأرقام التي تذكر سواء من المؤسسات الحكومية أو حتى وزارة التخطيط أو نذكرها كخبراء هي محل خلاف. عدد السكان محل خلاف، عدد العاطلين محل خلاف، عدد الفقراء محل خلاف، عدد الحاصلين على الشهادات محل خلاف، عدد المدارس محل خلاف، كلها محل خلاف. هذه التعداد العام للسكان هو سيجري إحصاء كامل لكل مقدرات البلد الاقتصادية البشرية والمادية. بالتالي الإفادة من هذا الإحصاء أنه راح ينطيني بيانات كاملة عن كل متغير من هذه المتغيرات، راح ينطيني بيانات حقيقية. وعلى ضوء البيانات ممكن أن توضع استراتيجيات خطط التنمية الوطنية، وعلى ضوء هذه البيانات ممكن أنه البرامج الحكومية أيضا تؤطر وتوظف بما يخدم هذه المتغيرات. فمهم جدا الإحصاء، إجراء التعداد العام السكاني. نعم. طيب دكتور عبد الرحمن، وزارة التخطيط تحدثت عن صعوبات وتحديات ستواجه المسح والتعداد السكاني في المناطق العشوائية، كيف تنظرون إلى هذه المسألة، وأيضا كيف يمكن تسهيل هذه المهمة؟ يعني أنا أعتقد أنه هم رفعوا من درجة الصعوبات. أنا لا أعتقد أنه هذه المناطق يعني راح تصادفنا في إجراء التعداد مشاكل جمة أو صعوبات كبيرة. هي تجمعات مثل كل المدن ومثل باقي المناطق، بس مشكلتها أنه هذه غير منظمة، وممكن أن يكون لديهم أكثر من مكان، فممكن أن يصير ازدواج بالتعداد، وإلا هي نفس البيانات نفس المعلومات. الكل سيعمل على مساعدة الجهاز المعني بإجراء التعداد العام للسكان، لأنه هو يعتقد أنه سيحقق أيضا وسيستفاد من التعداد وبياناته. لأنه إذا ما أردنا أن نناقش موضوع السكن وأزمة السكن، هو راح ينطيني خارطة حقيقية عن الأزمة الفعلية للسكن والعشوائيات. واحدة من أولويات وزارة الإسكان والحكومات في إمكانية بناء مجمعات سكنية حتى ممكن أن نقضي على المجمعات العشوائية. كذلك ستتضح لنا حاجتهم للتعليم، للمدارس، للمراكز الصحية، للطرق، شبكات المياه، هذه كلها أيضا راح ممكن يوفر ليها بياناته. نعم. نعم. طيب مسألة الفقر في العراق، كيف سيعالج التعداد السكاني الفقر في العراق في ظل توقع بعض الدراسات انفجار سكاني كبير ربما يزيد عبء كبير على الاقتصاد؟ الإحصاء راح ينطيني خارطة حقيقية، لأنه الآن نتحدث عن نسب الفقر المختلفة بين المحافظات. مثلا في محافظة المثنى 53% أو 52%، في الأنبار وصلاح الدين 40%، في بغداد 12%، وهكذا. بعد الإحصاء العام للسكان أنه راح ينطيني هذه بؤر الفقر في أي منطقة من هذه المناطق، حتى ممكن أن تتجه لها البرامج التنموية، برامج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حتى ممكن انه نرفع من 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 الامكانيات وقدرات هؤلاء الاشخاص، وبالتالي ننتشلهم من حاله الفقر الى الحاله الاعتياديه. فهذه ايضا راح ينطيني اياها التعداد العام للسكان، لانه الحقيقه الان احنا رجما في الغيب. التقديرات مختلفه. وزاره التخطيط تشير الى 31%، انا اتحدث عن 37%، شخص اخر او مؤسسه اخرى تتحدث عن 27%، وهكذا. حتى توزيعهم السكاني غير معروف لنا. احنا مجرد انه بدنا نعطي تقديرات بناء على اثار سلبية حصلت في خارطة المسيرة الاقتصادية للدولة العراقية. نعم. أود أن أشكرك الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني، كنت معنا من بغداد. شكرا جزيلا.